تقر وتعترف إنك سلفي الهوى وبترفض مراتك تخرج من البيت؟ هو أنا سمعت السؤال صح ولا؟ عشان تدير الكرة في مصر لازم تكون راجل صاحب قرار. جمال علام راجل محترم جدا ولكنه ليس صاحب قرار. إحنا مش شايفين رانيا الفنانة، شايفين رانيا بفساتينها العريانة. العريانة ياسمين رئيس اتخانت كم مرة؟ ياه ده أخطر سؤال عندنا. يا عم احنا في رمضان، ايه اللي جابك؟ سؤال يوجع القلب صح؟ طبعا مش حاضر. يا نهار اسود. لا 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 يا ابني اللذينه، ده مين اللي كاتب السؤال ده؟ يا مامي. لا سؤال ضخم قوي. ده سؤال حلو. عمرك رحت لدكتور نفساني قبل كده؟ مش عارف هتصدقيني ولا لا. كنا تافهين وكويسين، بتعملي فينا كده ليه؟ ان هو يخبي يكذب في حاجه شبه كده، ده حاجه تخليني ما احترموش اصلا. انا اول مره اتكلم في حياتي في الموضوع دي النهارده، عمري ما فتحت بقي. لازم الناس تبقى عارفه الحقيقه فين. ضايقناك؟ طيب لسه ما تستعجلش، الحاله لسه طويله. حبر سري يومياً في رمضان مع الإعلامية أسماء إبراهيم، حصرياً على القاهرة والناس. أهلاً بكم في العاصمة.